السلام عليكم ومرحبا شباب متابعي قناة اوكسو، معكم اخوكم هاشم شاولين معنا. اوكي وين يا برزيركر؟ اول شي لايت على طول هيفي، يا ساتر راحت عليك. جي جي ما ادري هو ايزي الادمي ولا قاعد يدبل لايت هيفيات بس كذا، الكومبو حقه ناقص الزبده. نشوف كله كومبو. والله ما بيطقطق عليه، خلينا اخلص بسرعه. بنجو حلو، تعال يا جلايديتر. الله جلايديتر هذا انه مصيبة، اللي يعرف يلعبه. بدري جالس يفضح نفسه. ما عندك ردة فعل ولا شيء ولا لمسة، راحت الحركات كلها في الراند الاول. جي جي ليه ما انتبهت انا؟ يلا عوافي. وش فيه؟ والله ماني مركز. ذكي عم بيستمع وهو يقدم علي عشان ما انتبه. خذ هذي وفكنا يا عمي، والله انت ازعاج اقسم بالله. خذ هذي كمان وصاية فوق البيعة. غثيته يا عم. يلا اوه كويس، جود فايت. اوه لا 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 لا، معليش معليش، كمان عند الجدر راحت علي. بس والله وخرت، ما صراحة الكومبو حق السنتيريوس فيه ظلم يا اخي، اذا مسكك خلاص انتهيت. اي بالي ركز مع هذا.
يلا يا سنتيريوس، الحين ما عاد في لا جارد بريك ولا رفسات. ما كملت، ما مداني اقولها. تعالي هنا طيب لا تطيح. خلاص يا عمي خلاص، فكنا من الجار بريك حقك اللي ودي التهلكة. قولي ايوه، راحت استمنته. حلو خلاص، دوري دحين. مع السلامة. اوف وش بدري، ما تبين نتنفس انت في الجيم شكلك. والله كان في الراوند الاول لعبه كويس والثاني، اما الحين صار بيض الادمي، يجي يرفس من بعيد ويضرب من بعيد، ايش يسوي يا عمي؟ يا عمي روح، خطتك فاشلة خلاص. مع السلامة. قد فايت، نشوف غيره. شيكورا، يا ساتر. هذا جديد بالشخصية. خلاص اوه، كان الناس صاروا يشتروا ذي الشخصية بس عشان يدبلوا R1. ما يتعب. حتى انا اعرف ادبل، شوف. استلمني. شوف اللي تقوله لايت سبام، شوف هذا اللايت سبام ترى ما يفيد. شوف الحين كيف اسوي فيه ذا. المهم عرفنا خطته الحين. هنا في ناس اجي اعرق مثلا بالبيس كيبر وابدا هجومي بهيفي، يقول لي انت لايت سبام. حبيبي لايت سبام ما يفيد، شوف كيف خلاص صرت حتى جلدته وانا ماني مركز اسولي، صرت اسوي بس داش وهيفي خلاص. هو مو هو زي الاعمى يقاتل، ما يعرف ايش يسوي. نشوف اللايت سبام حقه ايش يسوي دحين. برضه ما راح يغير، حيقعد لايت سبام عشان الخطة الأولى في الراوند الأول والراوند الثاني مشت معاه، يحسبها تمشي على طول. شوفوا دحين أنا أرجع ورا، شوف ايش يسوي. شوفوا شوفوا، ما عنده شيء، كأنه ما يشوفني في الماب. لايت سبام يفصلها بار 2 واحدة بس، ما عنده شيء بس يدبل الوقت. لا تجوا تقولوا لي أنت لايت سبام، أنا لو لايت سبام كان انجلط. شوفوا كيف اللايت سبام. يلا يا مستر ار1، عطنا عطنا، اطربني باللايت. ادري انه هو يضغط ار1 وبعد ار2 يفصلها عشان ياخذ هايبر ارمر ما تتو، بس خلاص خطة فاشلة انتهى وضعها. جود فايت جود فايت، ها ما عندي مشكلة. تعال يا شبيهي يا اخويا. اوه يا
لا 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 كمان غلطتي والله. اوكي جود فايت. الناس اللي يخافوا يواجهوا الشاولين، شوف الشاولين، هذا الشاولين انا قاتله، ما في شيء اسمه اوفر باور، هذا الشاولين عادي زيه زي اي شخصية تقدر تجلده، بس انه صح عنده الهيفي داش. الحين يسوي لي هيفي داش، بالذات هذا اللاعب يسوي هيفي داش كثير. هيفي داش لازم تردها بيري، بس اذا جات ما سوى الحين في داش. اوكي اني anyway، عرفنا خطته، يبالي اخليه يتعب استمنته ولا تتعب، بس لانه يستخدم R2 كثير يعني هيفيات. الهيفي يبالي انقص استمنته بس شوية بعد كذا اخش فيه. كويس انه ما عبى استمنه، الحمد لله جابها في نفسه. لا 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 خذ هذه كمان، مع السلامة. يلا هنا ولا هنا، كل واحد تعال. ايوه هذا اللي ابيه انا، نقص الاستامنة. كويس كويس، خليك خليك بس كذا يكفيني انا. لا الراوند الأخير لا. إيه يا شيخ خذ كمان هذه. هيو أوكي آخر جيم. يعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسوا الدعم، اشتراك، لايك، ومشاهدة ممتعة. سلام عليكم.